طبعا اللقاءات مهمة جدا وأثبتت أنها تخدم مصلحة الطرفين بشكل متساوي، ونظل في حوار دائم وتواصل لتعزيز هذه العلاقات واستخلاص الاستفادة المشتركة فيها. بالتأكيد أنه عبر هذه الأربع عقود من العلاقة، وأيضا في ظل أنه استقلالية القرار المصري هو سمة متواصلة، كثيرا ما كان هناك تباين في المواقف فيما بين مصر والولايات المتحدة. هذا التباين كان دائما من جانب مصر بحكم رؤيتها ومعرفتها بالأوضاع الإقليمية والظروف المحيطة بها، وكان الهدف دائما منها هو النصح والإرشاد لحماية المنطقة وأيضا حماية المصالح الأمريكية، بحيث أنها تسهم في تطور المنطقة وتبتعد عن أي أفعال قد تأتي بنتائج سلبية. وفي معظم هذه المواقف الحقيقة أظهر التاريخ أن الآراء المصرية كانت آراء صائبة، وكان الهدف منها هو حماية المنطقة من التأثر ربما سياسات وإجراءات لم تكن في حاجة إليها.